وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6612 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1202 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6528 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4919 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52661 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8522 قضية تموينية متنوعة، من بينها 171 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1230 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 299450 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8327 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1384 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 238607 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3487 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 198 سائق منهم. كما تم المرور على 196 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 637 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين منهم. كما تم فحص 624 مركبة، تبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 393 سيارة و 32 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 17640 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 419 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79870 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 63,954,933 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 225 قضية في
في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 110 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة، كما تم ضبط 115 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 2300 كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 79,798,111 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,705 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,548,923,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,144,048 جنيها.